حبيبي يا ابني، حبيبي يا يوسف، ابوك رجع لك يا حبيبي، ابوك رجع لك. هعوضك يا يوسف، هعوضك عن كل الايام اللي فاتت يا حبيبي، هعوضك. روحي، انا مش عارف اشكرك ازاي انك خليتي بالك من يوسف. ما تقولش الكلام ده يا اخويا، ده يوسف ده زي ابني، ده انا اللي مربياه. طب وحياة معزتك عندي، ان معزة يوسف من معزة حنان بنتي بالظبط، ده نور عيني اللي بشوف بيه، ده انا ما اقدرش استغنى عنه ابدا. بقولك يا روحي، انت حبيبتي مش هامل المناهدة مع يوسف، هجيب حد يساعدك. لا، ايه اللي بتقوله ده يا حنفي؟ ما حدش هيمد ايده على الواد ده طول ما انا عايشه على وش الدنيا. ربنا يخليك لي يا روحي يا اختي. بتعيط ليه دلوقتي؟ يوسف عملها. انا كيداهم تعملي معايا كده؟ تروحي تتجوزي عليا صبي من صبياني، ما يسواش في سوق الرجاله تلات ابيض. الله، وانا كنت بغسلها وضمنا جنه، من امتى اللي بيموتوا بيرجعوا تاني يا سحانبي؟ تقومي تتجوزي من اول يوم بعد شهور العتبه. يا سلام، هلا 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 هلا، ويا اخت اسم الله. ايه يا حبيبي، هو انت رجعت انت ماشيه في البطال ولا ماشيه في البطال؟ اشتعمل الحره تتجوز يا حبيبي، وبعدين ده حق، انا لسه صغيره وحلوه وعليا طلب. حقي ولا مش حقي يا سبحان الله؟ كسر حقك. الحق راسك، وقعت يا غضنفر. وبعدين ازاي تكلمني بالطريقه دي بعد ما مت وقلت الله يرحمك وقريت عليك الفاتحه وعمال اقول يبشبش الطوبه اللي تحت راسه؟ طلعتني كذاب وبكلمني بالطريقه دي ازاي؟ لم نفسك يا كيداهم حنفي. طبعا طبعا. ايه؟ هلم نفسي. انت ناسي يا راجل قبل ما تموت لما اتجوزت المخفيه اللي اسمها صافية ولعبت كل فلوسنا وفلوس ولادك؟ ايه شبتان فيا؟ اللهم لا شماتة. خلاص يا غضب، ما تزعلش مني، بحبك وانت حمقي كده. المهم يا حبيبي، انا عاوزك تروح تربي يمين الطلاق على الولية الزرقاء ام عرقوب اللي اسمها حلاوته. اتجننت يا كيداهم؟ تجن لما يبقى الهافة. ايه، انت عاوزه تفضل قاعد على قلبي كده ومسكاني من رقبتي ولا ايه؟ يا كيداهم، تنسي حلاوتهم عملت ايه؟ اتسجنت علشاننا ومرضتش تبلغ عننا. خلاص، روح الملها قرشيلا ونخسرها في جتتها، عاوزك تنعب بناتي. لكن هتطلقها يعني هتطلقها؟ مش هقدر اطلقها، لان ممكن لو طلقتها تروح تبلغ عننا النيابه. اسمع لما اقول لك، انا ما اعرفش ابويا السعادي، توديها شمال توديها يمين، هتطلقها يعني هتطلقها؟ ما اقدرش يا كيداهم. حنفي، ما اقدرش اقول لك لا. اطلق مين يا وليا؟ انطلقت الميه في زورك، ده هيطلقك انت ويقعد معايا انا. هي ايه، لعبه؟ لا مش لعبه يا دلعادي. جرايا يا وليا، انتك طالع في دماغك، انت كمان جالك الجرأة انك تقف على بابي وتصنطي عليا انا وجوزي بعد عودته من الموت؟ ده انا اتصنط واتصنط واتصنط، البيت ده كل الخير اللي انت فيه مني انا، ولولايا كان زمانك مرميه في السجن يا كيداهم. بقول لك ايه، كفاكي يا اختي، وكل شويه هتسمعني الاسطوانه المشروخه دي. انت ايه، اتكست عندك سافب؟ استأذن انا. تستأذن فيه؟ خليك قاعد هنا وانت سبب النصايب كلها. طب بقول لك ايه، فتحي لي ودانك بقى كويس كده وعينيكي كمان، ها، وشوفي اللي هوريه لك ده. هتوريني ايه؟ هوريك. ايه رايك؟ انت جبت الصور دي منين يا ولية؟ انت لسه شفتي حاجة؟ ده مش المطوة. اسمعي، خلي بالك انت وهو وانتوا بتحطوا البضاعة في العيش، وكل خمس ترغفة تحطوا تذكرة واحدة في الرغيف اللي بقى. تسمعي اللي وراه؟ اسمعي، يكون في علمك انت وهو، ده احسن صنف في البودرة، ده البيور، عشان كده لازم نزود السعر عليهم في التسعيرة. ايه رأيك؟
لسه برضه عايزه حنفي يطلقني. انت جبت الحاجات دي منين؟ اكيد البسام حليم هو اللي ادالك الحاجات دي. حليم ده ايه يا اختي؟ حليم انا لا شفته ولا اعرفه، ده بتاعك انت، ولو كانت وقعت في ايدي الحاجات دي كان زمان رماكي في السجن. يلا عدي قدامي بالاذن. خيرا يا بنت، خيرا رجعنا لبعض تاني. وانا بقى حاسه ان انا اتولدت من جديد، حاسه كده كان روحي ردت فيا تاني. يا سلام يا بنت، يا سلام، ده انا هعوضك على كل اللي فات. انت اصيله قوي يا بنت سناء، اصيله بجد، خصوصا بعد الواحد ما شاف اللي شافه من مراتات المعلم حنفي. ده انا لو كان عدى على بعدك يا شحته 100 سنه كنت هفضل برضو قافله على قلبي بالضبه والمفتاح. حبيبتي يا سناء، عايز اقول لك بقى ان جوزك دلوقتي معايا قرشين حلوين قوي بعد العمليه الاخرانيه، يعني انا وانت هنعيش عيشه زي الفل. يا سلام، يعني مش هترجع زي زمان تقول لي العين بصيره والايد قصيره؟ خلاص الوضع دلوقتي بقى مختلف، كل المطلوب منك ان انت تحلمي براحتك خالص وتأمري، وامرك مطاع يا ست الكل. يا نهارك اسود ومنيل، بقى انت عايز تطلقني تاني يا حنفي بعد كل اللي عملته ده علشانك؟ ده انا حكححك رمل. يعني ايه تكحكحيني رمل واعطس اسمنت؟ معقوله؟ معقوله حلاوتهم انا طلقك؟ فضلت مستنيك الفتره دي كلها لحد ما تطلعي من السجن تقومي تقولي لي اطلقك برضه؟ امال مالك مش عايز تطلقها ليه؟ متمسك قوي كده ليه؟ ما اقدرش يا حلاوتهم، ما اقدرش. انا دلوقتي ما بقتش ملك نفسي، البوليس هو اللي بيحركني، انا بقيت بطل قومي. وهو البوليس هيمانع ليه؟ هو البطل القومي ما بيطلقش. وطي صوتك، وطي صوتك يا حلاوتهم، في عصابة كبيرة بتطاردني، العصابة دي لو راحت كيداهم بلغتها ممكن توديني في داهية تخلص عليا، دي عصابة مافيا. نافيا؟ نافيا، أنا قلت نافيا؟ مافيا، مافيا عصابة منتشرة في كل أنحاء العالم، زعيمها واحد اسمه الباتشينو. وبعدين يا كيداهم، هتيجي واحدة على آخر الزمن تكسر عينيكي؟ هتيجي واحدة زي دي تعيشني تحت رحمتها؟ لا، ده لا عاشت ولا كانت. هموت واعرف الوليه دي جابت الحاجات دي منين. وعلى رايها لو الواد حليم اللي كان معاه الاوراق دي والحاجات دي قال لها وكان بلغ عليا من زمان، امال مين يا كيداهم؟ ما يكونش حنفي اللي مطبخ معاه الموضوع ده؟ هو هيستفيد ايه؟ ما يكونش عايز ينتقم مني؟ وكان هيعرف منين ان انا هتجوز بعد ما يموت؟ انا هتجنن وحياة مقاصيص الطهرة دي، لهد المعبد على اللي فيه. ايوه اديني البرك، عملتها من ورايا ده شحته، ياد رايح تتجسس عليا انا وكيداهم عشان خاطر امك يا لحلاوتهم. ده انا اللي ربيتك وكبرتك وصرفت عليك، تقوم تعمل معايا انا كده؟ طيب يا شحته انا غلطان، أنا غلطان اللي ما خليتش عصابة أبو سليم خلصت عليك يوم الحادثة ودفعت لك الفدية عشان تسيبك عاطي. يا معلم حنفي، يا معلم حنفي، أمك ثم أمك ثم أمك، الدين بتاعنا بيقول كده. بعتك فين بس؟ ما بعتكش ولا حاجة، أنا بعت كيداهم اللي سجنت أمي السنين دي كلها. ماشي يا معلمي، حقك على راسي. ماشي يا كبير، سلام. إيه يا حبيبي؟ ماله حنفي؟ زعلان قوي قوي ان انا كنت بعمل لك شغل من وراه. ولا يهمك منه، ما انت عارفه كويس، ده على راي المثل، من بره طقطق ومن جوه فش وبق. بتضحكي. ربنا يخليكي لينا يا ستهم، والله عندك حق، هو المعلم حنفي كده، يطلع يطلع وينزل على ما فيش، دي كانت كيدهم تشخط فيه الشخطه ما تسمعلوش حس من بعدها. يستاهل، بس بقول لك ايه بقى، انت طلعت كده، طلعت واد جدع. عرفت تختار البت دي بقى تتقل بالذهب، بت بمليون راجل، وقفت جنبي جامد. انا يا ست الكل اتقل بالذهب؟ طب والله انت اللي ست جدعه وبميت راجل، ست الماز دي ما سابتنيش يوم واحد يا شحته من يوم ما انت بعت.
مش مخلياني عايزه حاجه، الهي ربنا ما يحرمني منك يا ست الكل. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ اول مره اشوف واحده وحماتها يحبوا بعض. الله اكبر، وانا اول مره اشوف راجل عايز امه ومراته يضربوا بعض. ايه البيت الغريب العجيب اللي انا فيه ده؟ خير يا ام؟ ايه يا ابني؟ معكش سجاره احسن خرمانه. باي باي باي. ايه ده يا تسنيم؟ انت مش مروحه ولا ايه؟ مروحه طبعا، بس في شويه حاجات بعملها وهمشي على طول. صباح على خير، ده تاخروش بكره ها؟ باذن الله. ايه يا جماعه؟ انتوا مش ماشيين ولا ايه؟ ماشيين حالا. طيب يلا باي. باي. كرمتي يا حبيبة ماما، برافو عليكي، قاعدة في الهوا الطلق ده جميل. ايوه كده. يا نهارك اسود ومنيل، ايه واخدة الفاكهة بتاعت الفيلا حطها على رجلك وعمالة تقزقزي؟ يا اختي ارحمينا وارحمي نفسك شوية. في ايه يا ماما مالك؟ بتغذي يا حبيبتي. اتغذي يا حبيبة ماما، بس سيبي اللي في ايدك ده شوية وركزي معايا عشان بكلمك في حاجة مهمة اسألك عليها. انا ما بعرفش اركز غير وانا باكل. يا نهارك اسود ومنيل، بقول لك ايه، السعادي كنزي معدتك وخلي مخك استرتش معايا. عايز اسالك على حاجه مهمه. الواد اللي اسمه قفل ولا مفتاح ده، اللي زي البورس المضروب بشبشب، ضمناه كده واد لهلوبه وهيخدم امك في الشغل؟ يا ماما مفتاح يا ماما، 100 مره اقول لك مفتاح. خلاص المهم الواد ده مضمون، ان اللي اقول له عليه هيبقى سر ويعمله لي. امال يا ماما، انا هجيب لك حاجه وحشه؟ ده الواد ده انا ضمناه برقبتي، ده اهم صفه فيه الامانه. ايوه مهم قوي الامانه دي، دي اهم حاجه، سر والامانه. طب هاتي حاجه من اللي بتقزقزي فيها دي، هاتي بسله معاكي. خدي يا ماما. ايه ده؟ مش عاوزه ده، جيبي من عزبه القرود اللي عماله تطوحيه بقك اللي بقى زي البير ده، عماله بتطوحي فيه زي اللب. هاتي يا بت موزه. لا يا ماما الموز قرب يخلص. نعم انت بتستخسري يا بت في موزه، بتجيبي يا بت. عزبه القرود دي هاتي. بقول لك ايه يا قفل ولا يا مفتاح، انت بنت كريمه شكرت لي فيك شكرانيه، الله هو اكبر، بتقول ان واد مجدع وبيفهم ويجعل سره في اضعف خلقه. ربنا يخليها لي الست كريمه، دي اغلى حاجه عندي في حياتي. وحياه امك؟ قصدي يعني ان معزتها عندي كبيره. قصدك ان بنت استريتش بس خلقها كنز طلع لامها. بقول لك ايه، فتح عينك، انا عشان كده هقصدك في مهمه تعملها لي، ولو عملتها هاكلك الشهد. انا اهم حاجه عندي يا معلمه ارضاكي ورضا الست كريمه. الله يرضى عليك يا ابني، انت باين عليك طيب وابن حلال، عشان كده انا هكلفك بمهمه تعملها لي. في واحده لبط وعوق كده، عايزك تجيب لي قرارها. حاضر يا معلمه. حضر لك الخير، يعني اي مستمسك صغير كده امسكه عليها اللي ما تتسمى دي عشان امسح مناخيرها في الارض. ان انا يا معلمه نمسح بمناخيرها الارض، بس انت لايمين عليها. هوريك صورتها على الموبايل. يا جماعه الفترة اللي جاية دي فترة مهمة جدا بالنسبة لينا كلنا، ما فيهاش أي مجال للغلط. السرية التامة هي شعارنا. إحنا لينا منافس مش سهل. اللي هيسبق ويعرض الأول هو اللي هيسيطر على السيزون كله. أي حد فيكم معاه أي تصميم ممنوع يوريه لأي مخلوق، حتى لو كان أخوه. السرية التامة أهم حاجة. أنا نفسي عامل باسورد على الفولدر بتاع الكمبيوتر اللي فيه تصميماتي، والمفروض كلكم تعملوا كده. مفهوم؟ معلش احنا الفترة اللي جاية هنتأخر شوية عن مواعيد العمل الرسمية في الشغل. من فضلك يا أستاذ أكرم. ايه يا تسنيم، في حاجة؟ أنا ممكن أسهر هنا في الأتيليه وأشتغل، لأن أنا مش هقدر أشتغل في البيت. طبعًا يا ريت. أنتِ وأي حد فيكم الأتيليه فاتح 24 ساعة. في حد عنده أي سؤال؟ طيب
اتفضلوا على شغلكم بقى وعايز اشوف هم. ها اتفضلوا. ايه يا مينا؟ في ايه مالك؟ لا ابدا، بس مستغرباك، اول مره اشوفك متوتر وحريص وخايف قوي كده زي المره دي. يا مينا المره دي احنا مش نازلين لوحدنا، اللي اسمه فاروق الهامي ده نازل بتقله بيسابق الزمن علشان يعرض قبلنا. كمان في كلام داير في السوق ماشي يقول انه هيقعد اكمل الصالح السنه دي في بيته. كان غيره اشطر، ما هو نزل السيزون اللي فات كان عمل ايه يعني؟ بس السيزون اللي فات احنا عرضنا قبليه باسبوعين، واكيد المره دي اتعلم الدرس. مع احترامي الشديد ليه، هو مش شاطر ولا اي حاجه، وكل الموديلات بتاعته ما فيهاش اي ابداع. طيب يا امين يلا بقى، انا عايز اشوف الابداع في تصميماتك، كل الابداع اللي عندك. ايه ده؟ يا ترى مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ بقول لك يا بنت امينه قومي افتحي الباب، بس خدي بالك لو طلع حد غريب اقعد دخليه عشان ابوكي. ها حاضر، استر يا رب. الناس اللي راحت فين؟ مين؟ انا هشام يا امينه. الحق يا عمتو، ده هشام جوز حنان اللي على الباب. اعمل ايه؟ هشام امينه اطلعي لابوكي قولي له ما ينزلش دلوقتي. حاضر يا عمتو. حليمي حليمي اصحى، هشام جوز بنت عمتي هنا. طب يلا عشان عندي شغل الصبح وعايز انام. تصبح على خير. تصبح على خير يا عمتو. وانتوا من اهله. استر يا رب. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا يا هشام. خير يا ابني؟ حنان فيها حاجه؟ لا يا طنط مفيش اي حاجه، حنان كويسه الحمد لله. بقول لك يا طنط، انا وانا داخل من بره لا شايف يعني الامن ولا بوابين ولا اي. لا اصلهم واخدين اجازه. انت كنت عايز حاجه؟ ها بصراحه طنط كده انا كنت عاوز حضرتك في موضوع. قوي قوي يا ابني. اتفضل. مالك يا حليمو؟ في ايه يا حبيبي؟ في ايه في ايه في ايه؟ مش فاهمك. يعني ملاحظة كده من ساعة ما بابا رجع وانت مش على بعضك ومتوتر. انت مستهونة بالمفاجأة دي يا ابتسامة. الله؟ في ايه مالك؟ ما احنا ولاد اهو، مش حصل لنا اللي حصل لك. رجوع ابوك ده لخبط لي كل حساباتي. قلت لي بقى حساباتك طبعا مع حبيبه القلب مش كده؟ حبيبه القلب؟ حبيبه القلب دي مين؟ ست الكل، الست حلاوتهم، شركتك الماسون، ولا نسيت؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت لسه بتفكري بالطريقه دي وخلاص عملتيها شركتي وحبيبتي؟ الموضوع اكبر من كل الهبل اللي في دماغك ده. مش فاهمه، فهمني. مش في ورث وحصص هتتغير ووصايا على يوسف، كل ده اتلخبط. طب مش كنت تقول كده؟ بقى هو ده يعني اللي مزعلك؟ يا ستي مش زعلان، انا بس متلخبط. يعني ما كنتش تطلع انت اللي عايشه يا صافية. يلا معلش معلش، العبد في التفكير والرب في التدبير، استرها معانا يا رب. معقولة يا هشام عايزني اقنع بنتي تبيع ضميرها؟ انا ما ربيتهاش على كده. يا طنط الست دي مؤذيه، دي كانت عايزه تلبسني جنانه وحنان عشان ترفدنا بيها من الكليه. يا ساتر يا رب، ليه الدرجه دي؟ اكتر بكتير يا طنط، الست دي مسنوده من الحزب الوطني وعلاقتها بكل الناس اللي فوق جامده قوي. ده ايه البلاوي اللي عماله تتحدف علينا دي؟ ارجوك يا طنط ارجوك تعقلي حنان شويه، ان شاء الله حتى تاخد اجازه سنه وتقعد في البيت، وكفايه عليها شغل جامعه القاهره لحد بس ما الموضوع يهدى شويه. ماشي يا هشام، انا هحاول اقنعها وربنا يعمل اللي فيه الخير يا ابني. حليمو. امينو. بقول لك ايه، ما تعرفش رقم حد من العيال المخربشه في الكمبيوتر والنت والحاجات دي؟ انا اعرف واحد متخصص في الامور دي، وكل ما بتزنق في حاجه ببعت اجيبه، اصل اخوك يعني بلاطه. الله عليك يا حليم، اخدمني بقى واديني رقم. من عيوني. انما ليه ما قلتليش؟ اصل عندي مشكله في الايباد بتاعي. طب ماشي ثانيه واحده.
اسماعيل فيروس، اسماعيل فيروس، اسماعيل فيروس. اسمه اسماعيل فيروس؟ اه اسمه كده، ايه المشكلة يعني؟ اعمل لك اغيره؟ لا بالعكس، ده عز الطلب، هات رقمه بقى. يا اهلا وسهلا، اداري الجامعة نورت النهاردة. اهلا بيك. اهلا اهلا، اتفضل. ايه الاخبار واخبار الحج ايه؟ تمام، انا مش هاخد من وقتك كتير. خير ان شاء الله. الدكتوره سميحه عكاشه، انت عرفته؟ احنا عايزين الموضوع بتاعها ده يتلم. يا ريت، وانا غاوي مشاكل، بس لو تحولت قضيه راي عام قولوا لي اعمل ايه. بقول لك احنا عاوزين الموضوع بتاعها ده يتلم، وطبعا انت اهم حاجه عندك سمعه الجامعه، فياريت الحزب ما يبقاش غضبان عنك. حاضر حاضر، انا تحت امرك بأمر الحزب. تشرب ايه سعادتك؟ احنا متشكرين، انا عندي حاجات كتير اهم. بعد اذن حضرتك. طب اوصل سعادتك. خليك مستريح، انا عارف السكه. انتوا بقى اللي عاملين زعمه؟ يا دكتور احنا مش في حرب، احنا ضد الفساد. ومين بقى الفساد ان شاء الله؟ أنا يا بنات؟ أنتوا ماشيين ورا بنت معيدة مش فاهمة أي حاجة خالص. وبعدين الكتب الأجنبية دي أنا باخد منها 10% بس، وده المسموح بيه دوليا. كل ده 10% يا دكتورة؟ أيوة طبعا، لأنها مراجع بتوصل لـ2000 صفحة، وأنا مع مصلحة الطالب. وبعدين أنا استجبت لمطالبكم وغيرت الكتب ورخصت كمان في أسعارها. إيه ده؟ إحنا منعرفش إن حضرتك عملتي كده. زي ما بقول لكم كده بالظبط، كل واحدة تاخد الكارنيه بتاعها وتسلم الكتب القديمة لأمينة المكتبة وتاخد الكتب الجديدة، واللي مش هيسلم الكتب القديمة مش هيستلم الكتب الجديدة. لا نسلمها طبعا، واحنا هنعمل ايه بالكتب القديمة مدام المنهج اتغير؟ متشكرين قوي يا دكتورة. اوكي اتفضل. انسة امينة؟ انت اسماعيل؟ ايوه. اركب. هي جبت المطلوب؟ بص بقى يا نساء أمينة، دي فلاشة عليها برنامج يفك أجدح شفرة، بس انت تدوسي نيكست. انت متأكد ان البرنامج ده هيشيل اي باسورد؟ عيب يا نساء أمينة، ده انا اسماعيل فيروس اللي عمر ما حاجة تقف قدامه. ثم انت جاية من طرف الأستاذ حليم، يعني لازم نعمل لك شغلك على مية بيضة. لما نشوف حسابك كام؟ باكو. باكو بحلو؟ طيب ادي 500 جنيه، اول ما اجرب البرنامج ويطلع كويس هديك البال. اتفقنا؟ ماشي يا ست الكل. يا دكتوره الوضع بقى خطير، والموضوع وصل وزير التعليم العالي. يا فندم اوعدك ان الموضوع هيتلم وكانه لم يكن. يا دكتوره احنا جامعه خاصه، واهم حاجه سمعتنا، ودايما العين علينا. يا فندم دي زوبعه في فنجان وهتروح لحالها. عموما خدي بالك ان ممكن اي حد من الطلبه او حد من اولياء امور الطلبه يشهد عليكي او يطلع حد في اي برنامج. يا فندم ده ما فيش غير كام طالبه هم اللي كانوا متزعمين بقيه الطلبه، وانا اتفهمت معاهم خلاص والموضوع انتهى. طب وكتبك اللي بتتباع في مكتبه القسم؟ مش هيبقى ليها اي وجود يا دكتور. انا سحبت كل الكتب القديمه من الطلبه وبدلتها بكتب جديده، واشترطت عليهم اللي مش هيسلم كتبه القديمه مش هياخد كتبه الجديده. يا دكتوره ممكن الكتب تتسرب او حتى تتصور. يا فندم ما تقلقش، الكتاب ما عليهوش اسمي ولا اسم اي دكتور، يعني كتاب مجهول. عموما ربنا يستر. ما تقلقش حضرتك كل حاجه هتبقى تمام، بس انا بطلب من حضرتك تلغي انتداب المعيده حنان وجوزها هشام رؤوف. انت بتقولي ايه يا دكتوره؟ مش عايزين نستفزهم دلوقتي. انا قلت لحضرتك ما تقلقش كل حاجه هتبقى تمام، وانا بصفتي رئيسه القسم هلغي انتدابهم لعدم حاجه القسم ليهم. خلاص كده مخزن المكتبه فاضي يا دكتور. يعني كله تمام؟ كله تمام يا دكتور. شكرا يا عم رزق. شكرا يا دكتور. Thank you.
صباح الخير مستر فاروق. هتسأل عليا؟ لا بس الظرف ده جه لحضرتك النهارده، اتفضل. ظرف ايه ده؟ ما اعرفش ما فتحتوش. الفلاشة فيها تصميمات أكمل الصالح الجديدة، فاعل خير. طب روح انت يا رشا. اوكي فهمت. خير يا معلمة. انت مش ناوي تشيل البركان والغل اللي بصدرك ده من ناحيتي؟ الله الله الله، ليه اللغة دي؟ ما احنا زي السمنة العسل اهو. عسل اسود ومنيل. سمن ايه وعسل ايه؟ انت تحالف مع عدوتي تقول لي سمن وعسل؟ عدوتك؟ مين عدوتك دي اللي انا اتحالفت معاها؟ الله، مش بقولك جاي تستهبل وتستعبط عليا، ما انتش عارف مين عدوتي؟ حلاوتهم يا اخوي. انت هتعمل زي ابتسام بنتك ولا ايه؟ انا لا اتحالفت مع حلاوتهم ولا دي اقوله. كل الحكاية انها ادتني احسن اسعار في التشطيبات، فديتها مقاولة المحل، يعني عملية وهتخلص وسلام عليكم. وعليكم السلام. وبعدين انا معلمة، انا هستفيد ايه لما اتحالف مع حلاوتهم دي؟ لا مؤاخذة. يا سلام، امال مين الدالة المستمسكات عليا وحطاني تحت درسها وعمالة بتذل فيا؟ مش انت؟ مستمسكات ايه ودرس ايه؟ انا مش فاهم انت بتقولي ايه اساسا. مش بقولك ان جاي تستقبل وتستعبط عليا وتاكلني البلوزة؟ اعدم نظر يا معلمة اذا كنت فاهم حرف من اللي انت بتقوليه. طب يا شيخ وحياة عبد الرحمن ابنك، ما انت اللي مديها الصور ايام ما كنت بتاجر في الصنف. انا كنت اعرف حلاوتهم منين ايام ما كنا بنتاجر في الصنف يا معلمة؟ لا يا حادق، مش ايام ما كنت بتاجر في الصنف، انت اديتهم لها دلوقتي عشان تفضل ماسكه لي زله، تدخل لي السجن، ممكن اخد تأبيده، ممكن اخد اعدام بسببه. طب وحيات عبد الرحمن ابني يا شيخه، ما اعرف ايته حاجه عن الموضوع ده. اول انا هتجنك خلاص، امال مين اللي ادالها الحاجات دي عشان تذلني بيها؟ اما حاجه عجيبه بصحيح، هيكون مين ده؟ بصراحه انا زعلان واخد على خاطري منك يا ستنا. ليه بقى كفل الشر؟ مش احنا سبب واتفقنا وقلنا اننا شركاء وحطينا ايدينا في ايدين بعض وقلنا حليمه وحلاوتهم ايد واحده؟ طب وهو ايه اللي اتغير يا اخويا؟ طب ما احنا زي ما احنا. لا معلش، انت كده بتعملي شغل من ورايا. شغل ايه بقى ان شاء الله اللي انا بعمله من وراك؟ ايه حكايه الصور اللي انت مهدده بيها كيداهم دي؟ وازاي عرفتي تاخديهم منها اصلا؟ وده مزعلك في ايه؟ يزعلني طبعا، مش احنا متفقين ان احنا نبقى شركاء في كل حاجه، وخصوصا لو كانت حاجه ضد كيداهم. اه معلش، بس الا الموضوع ده انا ما اقدرش اقول لك عليه. ليه بس يا ست حلاوتهم؟ والله انت مش بتثقي فيا ولا ايه؟ انا بثق فيك اكتر من نفسي، لكن الموضوع ده بقى بالذات ما اقدرش اتكلم معاك فيه، وانت لما تعرف بعدين هتقول كان معاكي حق يا حلاوتهم. خلاص بشوقك، بس احب اقول لك على حاجه. ما كيداهم دي حاجه مش سهله ابدا، يعني مش هتستسلم بسهوله ولا هتقبل انك تبقي كسر عينها. يعني هتعمل لي ايه يعني؟ انا طول ما الحاجات دي معايا مش هتقدر تمس شعره من شعري. عليك نور، وهو ده بقى اللي هي هتحاول تلعب عليه. هتحاول تاخد منك كل الحاجات دي حتى لو دفعت فيها كل ثروتها. فنصيحه من اخوك الصغير، الحاجات دي لازم تتشال في مكان امان جامد. انا كنت هعدي عليك النهارده عشان اقول لك الحاجات دي خليها معايا، انا امن واحد في الدنيا ممكن يحافظ لك عليها، لكن طالما انت عايزاها عندك بشوقك. بس ارجع واقول لك تاني، لو كيداهم خدت منك الحاجات دي هتشوفي ايام اسود من قرن الخروم. ولا هتقدر تعمل لي حاجه.